متابعي قناه شفتي بعدا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من عاصمه البغاز مدينه طنجه. كما كتشوف هذا الاثناء وقوع حادثه سير خطيره على مستوى شارع الجيش الملكي او بالقرب من الملعب الكبير لاتحاد طنجه او الملعب الكبير لمدينه طنجه ابن بطوطه. الحادثة اللي خلفت إصابة السائق، نتمنى من الله عز وجل السلامة والعافية، نتمنى من الله عز وجل أنه يكون في صحة وسلامة، نتمنى من الله عز وجل أنه يكون بخير وعلى خير. هذه الحادثة هذه اللي وقعت قبل قليل كما يقولوا الناس هنا سببها السرعة المفرطة، نتمنى من الله عز وجل السلامة والعافية. كما العادة متابعينا الأوفياء، نحن هنا لسنا باش نشوه الصورة ديال شي حد، وإنما فقط من أجل رسالة توعوية. نتمنى الله عز وجل السلامة والعافية كما قلت متابعي الأوفياء. واجب علينا أنه نأخذ الحيطة والحذر ديالنا في السياقة في كل شيء دائما في كل وقت، ونتمنى الله عز وجل السلامة والعافية. إذا متابعي الأوفياء كما قلت هذه حادثة سير خطيرة مباشرة من عاصمة بوغاز مدينة طنجة. الحادثة اللي وقعت قبل قليل على مستوى شارع الجيش الملكي والسائق ديالها تصاب بجروح وربما اتصاب بشكل بليغ، نتمنى الله عز وجل السلامة والعافية. هذا هو شارع الجيش الملكي، شارع كبير، شارع شهير هنا مدينة طنجة، شارع معروف صراحة. فكما قلت نتمنى من الله عز وجل السلامة والعافية متابعينا الأوفياء. ما كتشوفوا السيارة مقلوبة على الظهر ديالها، ما قلت الناس كيقولوا انه بسبب السرعه، فنتمنى من الله عز وجل السلامه والعافيه. الانسان دائما يرد البال ديالو متابعينا الاوفياء في كل وقت في كل حادث في كل عفوا في كل سياقه في كل خروج الى الطريق، وحنا كنتمنى من الله عز وجل السلامه والعافيه كما العاده متابعينا الاوفياء. احنا ما كنشوهوش كما كنقول دائما الصوره ديال احد او شي حاجه، وانما فقط الاهم او الهدف ديالنا هو انه نشوفوا بلادنا بدون حوادث. متابعينا الاوفياء على امل ان اراكم ان شاء الله في بثوث مباشره اخرى. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.